إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم محمد محمود النعماني. النهاردة بإذن الله هنشرح مديول جديد. طبعا خلصنا المديول بتاع المايكروسوفت باوربوينت، وهنخش النهاردة على مديول جديد وهو الاي تي. طبعا أنا هشرح أو هعمل البرزنتيشن بنفس الطريقة اللي احنا اتعلمناها المرة اللي فاتت بالمايكروسوفت باوربوينت. المديول بتاعنا ICDL مديول Basic Concepts of Information Technology. هنبدأ بأول قسم معانا أو أول درس معانا في أنواع الكمبيوتر. أول حاجة بنستخدم جهاز الكمبيوتر ده إن ده بنخزن فيه البيانات أو بنعالج فيه البيانات عشان نقدر نستخدمها أو نعرضها في وقت تاني. طب الكمبيوتر ده عبارة عن إيه؟ الكمبيوتر عبارة عن جهاز بتدخل له انبوت للبيانات، البيانات دي بتحصل لها معالجة جوه الكمبيوتر ويطلعها لي اوتبوت عن طريق الشاشة او البرينتر او السماعات اللي هي بنسميها المخرجات. تمام كده؟ عندنا انواع مختلفة للكمبيوتر. عندنا مثلا البيرسونال كمبيوتر، عندنا اللابتوب، عندنا الهاندل ديفايسز، عندنا البي دي اي. طبعا البيرسونال كمبيوتر ده اللي احنا بنسميه اللي هو البي سي، اللابتوب معروف، هاندل ديفايسز اللي هي الاجهزه المحموله، وطبعا منها البي دي اي اللي هو البيرسونال ديجيتال اسيستنت. وده جهاز بيستعملوه رجال الاعمال، صغير كده زي الموبايل. وعندنا ايه تاني؟ الموبايل فونز والسمارت فونز، طبعا معروفين الموبايلات بتاعتنا. عندنا ايه تاني؟ المالتي ميديا بلاير اللي هي الام بي 4 والام بي 3، نتورك كمبيوتر اللي هي بتبقى كل غرضها انها تكون اجهزه كمبيوتر متوصله بشبكه عشان الناس كلها في المكان ده يقدروا يتواصلوا مع بعض في شبكه واحده عشان يأدوا الخدمه اللي هم موكلين بيها، وهنفهمها اكتر واحنا بنشرح دلوقتي. وفي طبعا السيرفر والمين فريم كمبيوتر والميكرو كمبيوتر، نتكلم عن كل جهاز من دول لما يجي وقته. طب اول حاجه معانا البيرسونال كمبيوتر. ايه البيرسونال كمبيوتر او البي سي ده؟ هو جهاز في العموم كده، هو جهاز كمبيوتر صغير في كيسه، في شاشه، في كيبورد، في ماوس. سعره رخيص، سهل في الاستخدام. الطريق او العادي اللي الناس بتستخدمه فيه اللي هو الطلبه، العائلات، رجال الاعمال الصغيرين، ده البيرسونال كمبيوتر. نروح للنوع اللي بعده، اللابتوب. اللابتوب كمبيوتر صغير سهل طبعا الحمل في شنطه. اللابتوب عباره عن ايه؟ بطاريه، قوي جدا في استخدام، في كيبورد اند تاتش باد اللي هو زي بديل الماوس في الكمبيوتر او البيرسونال كمبيوتر. طبعا غالي عن البي سي او اغلى من البي سي. لابتوب از اولموست ايكوال ان سبيد اوف ا بي سي، هو في السرعه مقارنه بالبي سي هو يعتبر متساوي. طبعا اللي بيستخدموه اكتريتهم رجال اعمال، مع العلم طبعا دلوقتي الكل بقى يشتغل على اللابتوب، طلبه ورجال اعمال كبار ورجال اعمال صغيرين. نخش على النوع اللي بعد كده، الهاندل ديفايسز. ايه الهاندل ديفايسز ده؟ اول حاجه معانا البي دي اي اللي هو البيرسونال ديجيتال اسيستنت. هو موبايل، بصوا مش موبايل، هو كمبيوتر صغير يتمسك في الايد زي الموبايل كده، في تاتش سكرين بتستخدمه بالايد بالصوابع او بزي قلم زي ما موجود معايا كده هنا، او بقلم زي كده. كان يوزد افون ميديا بلاير فور انترنت، بتستخدم برضو المكالمات والميديا بلاير واغاني وموسيقى وكده، وممكن الانترنت.
It's also used by businessmen. طبعا اللي بيستخدموه البيزنس مان. طب من انواعه ايه تاني؟ الموبايل فون والسمارت فون، هو الموبايل المحمول بتاعي العادي. طب مالتي ميديا بلايرز، these players can play and view many types of media file, video, music and photos. طبعا حاجة معروفة الـ MP3 والـ MP4 اللي احنا بنسمع عليه أغاني دايما واحنا صغيرين. We can connect these players to internet or other network. ممكن من خلاله بتخش على الانترنت or other network. نتورك كمبيوتر، نتورك ده زي شبكة. لو انا مثلا وليكن يعني انت شغال في بنك او في شركة وعايز تطبع ورقة، مش هجيب لكل موظف الشركة طبعة، فانا هعمل ايه؟ في طبعة في المكان او في الشركة، واحنا بنعمل شبكة للاجهزة زي ما ظاهر معايا هنا اهو، تبقى كلها متوصلة او موجودة في الشبكة مع الطبعة، بحيث انا عايز اطبع بطبع من خلال صاحبي او زميلي في الشغل عايز يطبع بيطبع من خلالها. طبعا النتورك دي is used in large organization، في المنظمات الكبيرة او في الشركات الكبيرة، زي شركات كبيرة، بنوك، سكولز، مدارس، في الهوتيل، فنادق and offices، اللي هي المكاتب الكبيرة او كده، لازم يبقى في شبكة متجمع عليها جميع الأجهزة مترابطين مع بعض زي ما موجود بالشكل ده. سيرفر، سيرفر كلمة جاية من سيرف، سيرف يعني خادم. يعني ايه خادم؟ لو انت موجود مثلا انت محاسب وشغال في شركة، وانتوا مثلا كذا محاسب موجودين مع بعض او في بنك، انتوا بتدخلوا عمليات حسابية. طب احنا عايزين العمليات الحسابية دي تكون موجودة على السيرفر او على حاجة تكون تتجمع في نفس الوقت. طبعا مش هروح من الموظف ده للموظف ده، المحاسب ده للمحاسب ده، عشان اقعد اجمع واقرأ في الفايل واعمل. فهي بتتجمع في مكان واحد اسمه السيرفر. السيرفر ده بتتجمع عليه البيانات كاملة، وهو بيسع يعني مساحة كبيرة، عبارة برضه عن شكل زي النتورك كده. هو انت كل المستخدمين دول بيحطوا بياناتهم فيه. المين فريم كمبيوتر كبير جدا زي ما انت واخد بالك، دي اشكاله، قوي جدا، سرعته عالية جدا اكتر من اي كمبيوتر او اي جهاز. طبعا بيستخدموه في المنظمات الكبيرة زي البنوك، منظمات الشركات، رجال الاعمال الكبيرة، وطبعا غالي جدا. بيتحط فين؟ بيتحط في غرف او اوض كبيرة، عشان طبعا مساحته الهائلة اللي احنا شايفينها دي. ميكرو كمبيوتر، وهو الكمبيوتر الشخصي العادي اللي احنا بنستخدمه. سوبر كمبيوتر هو برضه زي الكمبيوتر، هو الكمبيوتر العادي اللي احنا بنستخدمه، بس انت ضفت فيه، زودت رام، كبرت كارت الشاشة، اي زيادات من دي، فبقى اصبح سوبر كمبيوتر. وبكده تكون درس النهاردة البسيط عدى سلاسة، واكيد فهمناه. هنمشي واحدة واحدة زي ما اتكلمنا قبل كده. ربنا يعيني ويعينكم، نخلص الكورس، ويا رب تكونوا استفدتوا معايا معلومات في السريع زي ما قلنا. اكيد اللي عجبه المحتوى مش هينساني بالسبسكرايب وادعمني باللايك. مستنيكم في فيديوهات جاية كتير بإذن الله. اخوكم محمد النعمان.